أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمناكم بخير، دائما سعيد باللقاء معكم في هذه السلسلة الرمضانية. واليوم إن شاء الله عندنا ثلاث أحاديث من باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا لنكتشف هذه الأحاديث معا. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وهكذا أحبابي الكرام، كنا مع باب الصبر من كتاب رياض الصالحين. سبحان الله، يعني بلاغة رائعة وكلام رائع في هذه الأحاديث للتدبر. فنلتقي إن شاء الله بحول الله غدا في حلقة أخرى من هذه السلسلة. إلى تلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت المستقبل.